هذا ويعتبر الملتقى الحكومي لقاء سنويا رفيع المستوى يجمع القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، والذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وكان برعاية من فقيد الوطن رحمه الله. فمنذ 2016 يعتبر الملتقى الحكومي فرصة لوضع كل التحركات الحكومية تحت مجهر التمحيص للارتقاء بجودة العمل الحكومي. مبادرة لها صدى واسع وجهود حثيثة برؤى تستشرف المستقبل في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وملتقى حكومي يجمع صناع القرار في حكومة مملكة البحرين تحت مظلة واحدة. فهنيئا لمملكة البحرين بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. يعتبر الملتقى الحكومي لقاء سنويا رفيع المستوى يجمع القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين. تلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك مختلف المستويات الإدارية بالحكومة ليس من أجل استعراض الإنجازات وحسب، وإنما أيضاً من أجل التوجه معاً للمستقبل بسواعد متكاتفة بكل عزم ومسؤولية. سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبحضور فقيد الوطن رحمه الله أكد دائماً على أهمية هذه الفعالية في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية، بما يصب نحو تحقيق الخطط الموضوعة لصالح المواطنين، وكل تلك الجهود تأتي تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تنص على مواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات. ومن واقع وقوف سمو ولي العهد رئيس الوزراء في ميدان العمل الحكومي وتحت مظلة الملتقى الحكومي، دائما ما كان كل ملتقى يزيد على ما قبله ليؤكد مواصلة الحكومة في السير بالاتجاه الصحيح، إذ أشار سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدور الملتقى في تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته، مما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية، وتبني على المكتسبات المتحققة لرفض البيئة الخصبة، وهذه البيئة هي الرافدة للنمو والتطوير. وبتكامل الجهود وبعزيمة الجميع سنواصل مسيرة الإنجازات الوطنية المباركة، ونؤكد لكم اليوم أننا جميعا لدينا حب للتحدي وعشق للإنجاز. وها نحن اليوم مقبلون على المستقبل في مسيرة مباركة برؤى وتوجهات جلالة الملك المفدى، وملتقيات حكومية مقبلة برؤى نيرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ما يضع كل التحركات الحكومية تحت مجهر التمحيص للارتقاء بالبحرين في معادلة بسيطة وجادة جوهرها الرؤية وواقعها التنفيذ.